ودي كرسي للفقير، ودي كرسي للعيادة، ودي كرسي للمدير، ودي كرسي للحلاقة، ودي كرسي للسواقة، ودي كرسي في كل جامعة للشاطر والكفاءة. من راح يوصل له مين الكرسي؟ الكرسي يا ما غير أخلاق ونفوس كتير، وبشكله يا ما حير أحلام الطيبين. من راح يوصل له مين؟ أدي كرسي للوزير، ودي كرسي للفقير، ودي كرسي للعيادة، ودي كرسي للمدير، ودي كرسي للحلاقة، ودي كرسي للسواقة، ودي كرسي في كل جامعة للشاطر والكفاءة. من راح أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج الكرسي. في الكرسي النهاردة مشرفنا ومنورنا الدكتور أشرف الرزيقي، عضو هيئة سفراء مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولي والمتحدث الإعلامي للمجلس. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. جاهز لأسئلتنا النهاردة؟ إن شاء الله. نبدأ بأول فقرة معانا النهاردة وكرسي الدراسة. فاكر أول يوم دخلت فيه المدرسة كنت لابس إيه وكان إحساسك إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك رجعتنا لسنوات طويلة مرت علينا. أول يوم مدرسة دائما كأي تلميذ أو كأي طفل بيكون الإحساس له فرحة عالية جدا، لأنك داخل مدرسة حسيت نفسك أنك خلاص هتدخل على مرحلة جديدة في الحياة. لكن أنا كأشرف الرزيقي سبقت هذه الفترة فترة من الحضانة، أيامها ما كانش يطلق عليها الكيجي 1 وكيجي 2، وكان نادر بعض القرى اللي يكون فيها حضانة، لكن احنا في القرية كان عندنا في حضانة، وبحكم طبيعة عمل والدي كانت الحضانة قريبة من شغله فكان ياخدني معاه. فكان أول يوم دراسة كنت لابس قميص وبنطلون عادي زي أي حد من أولاد القرية يعني، وكان إحساس إن أنا انتقلت من مرحلة الحضانة لمرحلة المدرسة، وشيء فرحة وسعادة. بل أنا يعني عايز أقول لحضرتك قصة من الفكاهة في هذا الصدد. بعد أولى ابتدائي، سنة أولى ابتدائي بعد ما خلصت ودخلنا الامتحان وعلى أعصابنا قالوا إيه، ويعني موضوع كبير جدا وكأننا امتحانات جامعة، بعد ما ظهرت النتيجة قالوا لي إنك نجحت. فوالدي كان في الشغل، فرجعت للبيت وكان عندي جدي والد والدي مربي خرفان وضاني وماعز وجديان وحاجات زي كده، فمسكت واحد منهم وقلت لا ده هيدبحهولي والدي فرحا بأن أنا نجحت في أولى ابتدائي. فكان من ضمن يعني رجعتنا الأولى ابتدائي حضرتك. فاكر حد من المدرسين بتوعك ولحد دلوقت لسه مأثر فيك وفي سلوكياتك؟ أكيد لم أنسى أحدا منهم، لأننا علمنا أن قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. ناس كتير جدا في أساتذتي أثروا في بأخلاقهم بإيمانهم بالمادة اللي كانوا بيدرسوها لنا. مش عايز أذكر اسم وأنسى اسم، لكن كلهم كانوا أفاضل، وكانت العملية التعليمية تختلف عن المشاكل اللي احنا بنشوفها اليومين دول. ما كانش في حاجة اسمها الدروس الخصوصية، ما كانش، كان في الكتاب، ما كانش بمثابة الدروس الخصوصية، لا أبدا، كان هو الخط الموازي للمدرسة أو للتعليم من خلال الكتاب تحفظ القرآن. فكان فضيلة شيخنا الشيخ محمود السايح ربنا يديله الصحة والعافية وطولة العمر أثر فينا كتير جدا في بداية الحياة، أو وإحنا أطفال أو إحنا في مدارس في مرحلة الابتدائية ومرحلة الطفولة. كنا بنكره الشيخ لأنه كان شديد معانا، يعني كان مفيش حاجة اسمها تواني أو تساهل في عدم الحفظ، وكنا بنحفظ القرآن عن طريق اللوح، صفيح، لوح صفيح كده بمقاس معين وبقلم بنوع من الخشب، نوع معين الفارسي كده، ويتكتب بيه بالحبر.
فهذا النوع من الكتابة أو هذه النوعية من الكتابة على اللوح كانت تحسن من الخطوط، ثم إنه كان يقوي الإملاء عندك، يعني كان الشيخ يمليك الآيات القرآنية اللي أنت هتاخدها حاجة جديدة النهاردة عشان تحفظها وتيجي بكرة تسمعها، فكنت بتتملى تتملى صح، تعرف تكتب الكلمة العربية سماعا وكتابة صحيحة، وده كان الفضل لله وحده سبحانه وتعالى، ثم يرجع للكتاب للشيخ محمود السايح. كنت تيجي تاني يوم وانت حافظ القرآن بالأحكام، أو ما يبقاش قراية كده، تيجي تراجع على الشيخ أثناء الخطأ تلاقي بقى إيه، عصايا جلدة خرطوم جالك من أي ناحية. كنا في بداية عمرنا في أثناء الطفولة ما بنحبش الشيخ محمود، إن كنا بنحس إن هو ضغط علينا، وإن كان أهم من المدرسة في التوقيت ده، يعني كنا نخشى من الشيخ محمود وبنخاف من المراجعة بتاعة القرآن أكثر من مراجعتنا للدروس اللي في المدرسة. لما كبرنا وتخرجنا وأصبح عندنا أولاد وأسر وعرفنا قيمة العلم، يعني كلنا أنا وزمايلي يمكن تخرج تحت يد الشيخ محمود السايح ناس كتير جدا، ما بين أطباء وصيادلة ومهندسين وضباط شرطة وضباط جيش، كتير جدا لا يسع المجال لذكرهم من أبناء العمومة وأبناء البلد بشكل عام، مش أبناء العيلة فقط. كلنا نقدر الشيخ محمود، وإذا شافوا حد فينا أيا كانت رتبته يقف له تعظيما وإجلالا، لأنه ثبت في قلوبنا القرآن وصاحب فضل علينا، وهذا لا ينكر له، ربنا يديله الصحة وطولة العمر. ثم امتد الأمر لما كبرنا في الجامعة والثانوية، مراحل الإعدادية والثانوية، كنا نأخذ قراءة على يد الشيخ أحمد السايح. هتقول لي الفرق بينهما، لكن الشيخ أحمد يحفظ القرآن أيضا بالأحكام زي الشيخ محمود، لكن يحتاج إلى ذا عقل حد كبير يعلمه، لأنه مش متخذ كان نهج القوة والصرامة، وما كانش عنده إن هو يعني إيه يعلم الطالب الصغير قد ما الشيخ محمود. الشيخ محمود كنا بنخاف منه أكتر. لذلك من هذا المنطلق أنا يعني أناشد وزارة التربية والتعليم أن يلغى قانون اللي عملوه تعنيف المدرس اللي بيضرب ويترفع عليه قضايا. نادرا أن يكون مدرس بينه وبين تلميذ شيء معين قانوني علشان يضربه. بعض التلاميذ يشار لهم بالبيت الشعري اللي بيقال العبد يطرق بالعصا والحر تكفيه الإشارة أو تكفيه المقالة. وفي بعض كنا في بعض من زمايلنا كسالى، ما كانش بيجي إلا بالضغط، وتعلمنا وحفظنا القرآن على يد الشيخ محمود، ثم أكملناه بالأحكام على يد الشيخ أحمد السايح طال الله في عمرهما. مرحلة الإعدادي كانت مرحلة شغب ومراهقة وتعب ليك وللأسرة؟ لا. ولا كانت مرحلة هادية وعدت عليك وعلى البيت بهدوء؟ لا لا لا، لم تكن مرحلة شغب، لأني في مرحلة الإعدادي انتقلت من الدراسة في التعليم العام، أنا أخذت لغاية أولى إعدادي ونجحت فيها وطالع تانية، ثم إنه تم تحويلي أرجع مرة تانية لأولى إعدادي أزهر، دخلت للتعليم الأزهري، فما كانش فيه من الشغب اللي بنشوفه حاليا، وكناش بنسمع في التوقيت ده الأفلام اللي فيها بعض المصطلحات اللي تؤدي إلى خراب الفكر. كنا مهتمين جدا في هذا التوقيت بحفظ القرآن الكريم، كنا مهتمين جدا بأن مين فينا اللي يختم بسرعة، مين اللي يسبق زميله يخلص القرآن ويراجعه على يد الشيخ. لذلك لم تكن مرحلة شغب، ولم تكن مرحلة فيها أي مشاكل لا بالنسبة لي ولا بالنسبة للأسرة. مرحلة الثانوي عدت عليك ازاي، وتنصح طلبة الثانوية العامة بإيه؟ مرحلة الثانوية أيضا أريد أن أذكر فيها أصحاب فضل، بعض السادة المدرسين اللي درسونا فيها، أمثال الأستاذ النوبي فكري وأمثال مجموعة كبيرة جدا من أساتذتنا أصحاب الفضل علينا، الأستاذ عبد الستار، مجموعة. كنا في الأزهر ما كناش بنحتاج لحاجة اسمها درس خصوصي، وكناش نحتاج فيها انك ترجع العصر تروح لدروس علشان تقدر تمتحن، لكن هي بطبيعتها على عصرنا وفي اليومين دول هي مرحلة ضغط عصبي. انصح كل ابنائنا وتلاميذنا اللي بيمروا بهذه المرحلة في هذه التوقيتات ان تكون علاقته بربه جيدة، بمعنى كنا افضل وقت نتخيره للمذاكرة وللاسترجاع بعد صلاة الفجر، نصلي الفجر ونعود ساعتين أو ثلاثة بعد الفجر
ده في ايام الاجازه يعني، في ايام الدراسه برضه نفضل صاحيين لغايه ما نروح المعهد الديني اللي كنا بنروح له في التوقيت السنوي، لانها بتبقى ساعات صفاء وساعات الذهن فاضي ما تشحنش بحاجه من مشاغل اليوم. لكن كمان نصيحه للاهل وللاباء والامهات اللي عندهم اولاد في مرحله الثانويه، ما يبقاش ضغط 24 ساعه ذاكر علشان المجموع، اضغط اعمل شوف زمايلك انت، لا روحوا على القلوب ساعه بعد ساعه، اسيبه شويه يفك عن نفسه ويرجع يذاكر تاني، لان العقل له شحنه معينه وله طاقه معينه تقبل فيها مجموعه معينه من المعلومات. ما ينفعش افضل ضغطه 24 ساعه، هيبقى انفجار، مش هيبقى يعني ما فيش تحصيل. قاعد عدد ساعات قدام الكتاب قدام مذاكره لكن بدون تحصيل. وكلمه للطلاب وللاباء والامهات اجمالا أقول: إذا لم يكن للمرء عون من الله فأول ما يقتله اجتهاده. الدكتور أشرف الرزيقي عضو هيئة سفراء مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولي والمتحدث الإعلامي للمجلس، كلمنا عن دراستك في الجامعة. الدراسة في الجامعة، أنا دخلت إلى، كنت في ثانوية عامة الأول قبل الجامعة، ثانوية علمي، أزهري علمي، يعني مؤهل إن أنا أدخل طب، صيدلة، هندسة، كليات العلمية. وأيضا عندنا في الأزهر هذا لا يمنعك من دخول الكليات الشرعية، لأن بندرس الجانبين، المواد العلمية والمواد الشرعية. فكان أملي وطموحي يوما من الأيام أن أدخل كلية الصيدلة، لكن لم أوفق، مجموعي يعني أصبح أقل بدرجات قليلة من دخولي لكلية الصيدلة، فاخترت كلية الدعوة الإسلامية لأني كنت أفاض الله علي سبحانه وتعالى بأني مفوه وخطيب، أتكلم جيدا، أعتلي المنبر منذ مرحلة الثانوية. فكنت مخير إما أن أدخل إلى المجال العلمي الذي يعني أحبه أنا ويحبه أهلي، أتمنى أن يكون أنا دكتور صيدلي، أو أكون في كلية الدعوة الإسلامية، المجال الذي أنا أيضا أحبه لمجال دراستي الأزهرية والعلمية وحفظي للقرآن الكريم. والحمد لله وفقت في كلية الدعوة الإسلامية وتخرجت منها بتقديرات في كل عام. ثم بعد ذلك أكملت دراستي تمهيدي ماجستير وماجستير ودكتوراه في مقارنة الأديان، فأخذت المجال الديني. ثم أن لكن المجال السياسي واللي حضرتك بتعرفنا به، عضو هيئة سفراء مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولي، ده عبارة عن قدمنا بسي في معين في أحد المنظمات التابعة لجامعة الدول وللأمم المتحدة، وتم اختيارنا كمتحدث إعلامي ل 19 دولة تابعة لهذا المجلس اللي احنا فيه، مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولي، اهتماماته بالشأن العربي بشكل عام، لم الشمل العربي. ايه الصعوبات اللي كانت مواجهاك في الرسائل الدكتوراه والماجستير، وممكن تنصح الباحثين دلوقتي بإيه؟ أنصح كل باحث ألا تكن رسالتك في شيء أنت غير مقتنع به. بمعنى بعض الباحثين يرضي أستاذه المشرف على الرسالة، يرضي أستاذه اللي هو مشرف على السيمينار بتاعه، يكون هو متجه لاختيار موضوع معين هو يريد البحث فيه ويريد أن يصل فيه إلى نتيجة جديدة، نتيجة بحثية جديدة لم يصل إليها أحدا قبله، ثم ترى أن يوجهه أحد الأساتذة. وأنا لا أقول أن كل التوجيهات من الأساتذة خاطئة، تم توجيهنا من أساتذتنا وكانوا أفاضل وعلمنا على أيديهم، لكن بعض التوجيهات بتكون من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، دائما أبدا بيكون متعب للباحث، وبيكون مش عايز أقول الآية القرآنية يحمل أصفارة، مش عايز أقول يعني ما قبل يحمل أصفارة، بيبقى بيحمل كتب وبيحمل رسالة هو مش مقتنع بيها، لكن علشان يأخذ بيها درجة علمية، وده للأسف الشديد بيحصل كتير جدا في بعض الجامعات. ابحث و اعمل دراستك البحثية أو الماجستير أو الدكتوراه بتاعتك فيما أنت مقتنع به. صعوبات كانت أهم الصعوبات اللي واجهتنا في مقارنة الأديان، أنا كنت عامل حاجة عن الحركات الصوفية الهدامة في الهند وموقف الإسلام منها، فكنت أحتاج دايما أبدا إلى يكون عندي مراجع دينية للفرق الدينية الموجودة في الهند بقناعاتهم هم الشخصية،
لا أقرأ عنهم من خلال القرآن وأقول أن يعني القرآن قال إنما الإسلام دين واحد وما ينفعش الديانات الباقية، لا، أنا ببحث في كل الديانات بشوف فكرهم كان إيه. فكان من الله عليه سبحانه وتعالى ببعض الأصدقاء من دول شرق آسيا، سريلانكا والهند وإندونيسيا وماليزيا وجزر القمر وبنجلاديش، وكلهم أصدقاء لنا حتى الآن، لا أريد أن أذكر اسما وأترك اسم لأنهم كثر. استعنت بما عندهم من كتب وبما عندهم من واقع حكي لي، بل وتم استدعائي لأكثر من زيارة في هذه الدول الشقيقة. شفت بعيني هناك كيفية تقديس البقرة عند الهندوس، بيقف لها تعظيما وإجلالا لأن ديانة الهندوس تعبد البقر، تقديس معابد بوذا وإزاي بيعبدوه بشكل قوي جدا، كيفية أن بعض الصينيين يميلوا لكونفوشيوس واتباعه. مش عايز أدخل في تفاصيل الرسالة، لكن ما أقدرش أقول أن كانت هناك صعوبات. الله سبحانه وتعالى ييسر طريق العلم لكل طالب علم. نروح نشوف الكرسي اللي بعد كده، وكرسي الاعتراف. ايه السر اللي ممكن تبوح بيه النهاردة وما كانش حد يعرفه قبل كده؟ السر اللي ممكن ابوح بيه وما كانش حد يعرفه قبل كده، انا ما عنديش اسرار بشكل عام. يكاد يكون الحد اللي بيشتغل في المجال الاعلامي والحد الشعبي، انا من عيله شعبيه وعندها العموديه وعضويه مجلس الشعب، فاحنا شعبيين، فكتاب مفتوح زي المرايه، بتشوف من الناحيه دي وتشوف من الناحيه دي، ما عنديش حاجه استطيع تخبئتها لانه خلاص العالم اصبح قريه صغيره. لكن الشيء اللي جوايا اللي انا بحس ان هو بيزيد واخشى ان انا يعني أتحدث فيه بإفصاح، ربما بعض السادة المشاهدين الكرام يقول لك بيزايد، أو كلما أخرج لزيارة دولة من الدول عربية كانت أو غير عربية أكتشف أني أعشق مصر، وده سر إحساس حقيقي وجدته حقا تستحق أن يقال فيها أم الدنيا، وحقا تستحق أن يقال فيها إذا مصر قالت نعم أيدوها وإن أعلنت لاءها فاسمعوها، فمصر منزهة في الأرب ومصر العلا وضمير العرب. دكتور أشرف، حبيت قبل كده؟ أكيد أكيد، أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلقنا به، أحببنا أهلنا وأبناءنا، ولا يوجد من المسلمين من لا يحب زوجته أو زوجاته. لذلك القرآن أمرنا بذلك، زوجتك يجب أن تحب، وأنا متزوج وأعول ولدي ولد وبنت، وأحب أهلي بشكل عام جدا جدا، ولا يوجد غضاضة. لكن مش يعني بمعنى الحب الأفلاطوني أو ما يقال عنه الحب طلبة الجامعة وإني أنا خرجت وقابلت، لا لا لا، كان حياتنا الحياة التقليدية العادية اللي أنا شايف أنها يجب أن تكون هكذا، الحب الوسطي المعتدل اللي لا إلى الإفراط ولا إلى التفريط. دكتور أشرف، ممكن تتجوز تاني؟ أنت بتحرجنا كده. شوف سيدي بصراحة. الفاضل، نعم بصراحة الإمكانية موجودة لأسباب، مش الدكتور أشرف وفقط. لو أنا قلت أنه غير ممكن إذن هو مستحيل، إذن أنا غير مقتنع بما أنزل الله سبحانه وتعالى من قوله مثنى وثلاث ورباع. وإذا قلت إنه ممكن حاليا، أنا أرى أن النساء ناقصات عقل ودين، هتشوف المدام في البيت هتلاقيها مستنياني برا الأستوديو تقول لي أنت قلت ممكن تتجوز. لكن بشكل وسطي جدا، لكل رجل ممكن أن يتزوج بأخرى إن وجد عدم راحته مع زوجته، لكن إن لم يجد يعني ما يبقاش تأله على الزوجة، ما يبقاش ظلم ليها، ما يبقاش. وأيضا مناشدة للزوجات، من ارتأت في نفسها بعض التقصير وارتأت أن زوجها فكر في أن يتزوج عليها فلتساعده على ذلك، هتقول لي إزاي والعقل وإزاي والحب والغيرة. هل تفضل الزوجة التي يتزوج زوجها عنها أن يتزوج، أم يتخذ طريقا آخرا
يغضب الله سبحانه وتعالى. أنا أرى كلمة للرجال من رأى أن عنده بعض المشكلات في بيته، هذا بشكل عام لا يخصني أنا كأشرف الرزقي، من رأى أن هناك عنده في بيته بعض المشاكل التي لا تجد حلولا ووصلت إلى طريق مسدود، فعليه أن يتخذ الطريق الشرعي الآخر وهو الزواج. وعلى الزوجة إن ارتضت لنفسها ذلك وعلمت أن زوجها قد تزوج وعاشت معه فبها ونعمة وعلى الرحب والسعة كما قال القرآن الكريم، أما إن ارتأت أنها لا تطيق ولا تريد البقاء معه فعليها أن تطلب منه الطلاق وليبقى مع زوجته الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لأن الله سبحانه وتعالى شرع ذلك وأباحه، فلا نستطيع أن نغلقه نحن. لكن على المستوى الشخصي، على مستواي أنا كأشرف الرزيقي، الحمد لله حياتي مستقرة وأحمد الله على ذلك، ومش عايز أتكلم كثير عن حياتي الشخصية لأن المجال ليست مجال للكلام عن الحياة الشخصية. دكتور أشرف، في كرسي الاعتراف النهاردة، إيه الحاجة الغلط اللي في حياتك عملتها ولحد دلوقتي ندمان عليها؟ إيه الحاجة الغلط؟ شوف، كل إنسان منا له طموحات، ربما دراسية وربما طموحات عملية، لكن أنا لا أذكر، أنا مش ملاك طاهر أو أنا نبي معصوم من الخطأ، فالعصمة لا تكون إلا لنبي، أعتقد وأكيد لي أخطاء كثيرة جدا، لكن بالنسبة لحياتي العملية وحياتي الزوجية وأولادي وأهلي أعتقد أننا أصير في الدرب السليم وما ندمتش على حاجة حتى الآن الحمد لله. بالنسبة لحياتي العملية أستطيع أن أقول أني راضي عن ما أوصلني إليه الله سبحانه وتعالى. أي نعم، كان بعض هناك الطموحات، وأنا في ثانوية سبق أني قلت لحضرتك كنت أتمنى أن أكون أدخل كلية الصيدلة، وبفضل الله سأحقق هذا الحلم في أحد أولادي، إما روحي الفؤاد بنتي أو أحمد ابني، وسأترك لهم الحرية، مش هفرض عليهم حاجة من ده، لكن يعني هحاول أتيح لهم كل الظروف التي توصلهم إلى أعلى الدرجات، وإن اختار أحدا منهم أن يدخل كلية الصيدلة فسأقف معه، وإن اختار غيرها أيضا سأقف معه وخلفه. فده كانت أمنية في فترة ثانوية عامة، والحمد لله ما وصلت إليه أنا راض عنه تماما، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي في رزقي وفي أولادي وفي أهلي، وأن يبارك لنا في مصرنا الحبيبة وبلدنا مصر الحبيبة، ويبعد عنها كل عداء وكل خطر، وأن يجعل كيد أعدائها في نحورهم يا رب العالمين. الدكتور أشرف الرزيقي، عضو هيئة سفراء مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولي والمتحدث الإعلامي للمجلس، شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك. ياما غير الكرسي، ياما غير أخلاق ونفوس كتير، وبشكله ياما حير أحلام الطيبين، ودي كرسي للوزير، ودي كرسي للفقير، ودي كرسي للعيادة، ودي كرسي للمدير، ودي كرسي للحلاق، ودي كرسي للسواقة، ودي كرسي في كل جامعة.